نيانيلا مصممة أزياء روسية، عملها يفرض عليها كثرة السفر، لكنها إن كانت بالأمس تنظم رحلاتها عن طريق الشركات السياحية، فهي اليوم تفضل أن تقوم بذلك بنفسها. شركات سياحية كثيرة تم إغلاقها بسبب الأوضاع غير المستقرة، تضرر السياح وواجهوا مشكلات كأن لا تقوم الشركة بدفع ثمن البطاقة أو الفندق، ولذلك أنا أنظم رحلاتي بنفسي. ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل رفع ثمن الرحلات السياحية أضعافا، ما أدى إلى إفلاس شركات كثيرة. أما العامل السياسي وحده فتسبب في تقليص عدد السياح الروس في الخارج بمقدار الثلث. القاعدة الاستهلاكية أصبحت أضيق بسبب الأوضاع السياسية، فتقريبا جميع العاملين في الهيئات الأمنية وعائلاتهم فقد القدرة على الخروج من البلاد، وهم نحو 5 ملايين شخص. كل ذلك لعب دورا في دفع المواطن للبحث عن بدائل في سوق السياحة الداخلية، وإن كانت إمكانيات روسيا كبيرة في المجال السياحي وفيها ما يستحق المشاهدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ومنتجعاتها بما يسمح لها باستيعاب السائح الروسي والأجنبي من جهة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية بما يتفق والثمن من جهة أخرى. لدى روسيا ما يكفي من إمكانيات لإبقاء السائح الروسي في الداخل، ولكن يبقى ثمن الرحلة السياحية في روسيا مرتفعاً مقارنة مع دول كثيرة. عدد السياح الروس في الخارج الذي بلغ العام الماضي نحو 18 مليوناً انخفض هذا العام إلى النصف، بينما لا يبشر الوضع الاقتصادي الصعب بإمكانية استرداد عافيته قريباً. لا شركات السياحة الروسية موثوق بها ولا روبلات المواطن تسمح له بالسفر، كما أن السياحة الداخلية قد لا تصلح لأن تكون البديل الأنسب، وضع يحرم المواطن العادي إمكانية السفر والترفيه عن نفسه. رانيا دريدي، الجزيرة، موسكو. ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل رفع ثمن الرحلات السياحية أضعافا، ما أدى إلى إفلاس شركات كثيرة. أما العامل السياسي وحده فتسبب في تقليص عدد السياح الروس في الخارج بمقدار الثلث. القاعدة الاستهلاكية أصبحت أضيق بسبب الأوضاع السياسية، فتقريبا جميع العاملين في الهيئات الأمنية وعائلاتهم فقد القدرة على الخروج من البلاد، وهم نحو 5 ملايين شخص. كل ذلك لعب دورا في دفع المواطن للبحث عن بدائل في سوق السياحة الداخلية، وإن كانت إمكانيات روسيا كبيرة في المجال السياحي وفيها ما يستحق المشاهدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ومنتجعاتها بما يسمح لها باستيعاب السائح الروسي والأجنبي من جهة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية بما يتفق والثمن من جهة أخرى. لدى روسيا ما يكفي من إمكانيات لإبقاء السائح الروسي في الداخل، ولكن يبقى ثمن الرحلة السياحية في روسيا مرتفعاً مقارنة مع دول كثيرة. عدد السياح الروس في الخارج الذي بلغ العام الماضي نحو 18 مليوناً انخفض هذا العام إلى النصف، بينما لا يبشر الوضع الاقتصادي الصعب بإمكانية استرداد عافيته قريباً. لا شركات السياحة الروسية موثوق بها ولا روبلات المواطن تسمح له بالسفر، كما أن